هذه الخدمة لأنه تحفظ خصوصية المرأة، يعني بأشياء كثيرة متعلقة ممكن من مضايقات محلات الصيانة الرجالية، يعني ما بتكون مرتاحة لما تودي جهازها سواء كان جوال أو كمبيوتر لمحلات الصيانة الرجالية. كثير من السيدات فعلا بيتعرضوا لمضايقات وابتزاز، فرقت صور من أجهزتهم. أي جوال أو أي كمبيوتر لا بد يكون فيه خصوصية يعني للمرأة، سواء كان صور زواجها، صور تخرجها، أسرار عملها، هذه الأشياء كلها صعب يطلع عليها الرجال، وفي بعض ضعاف النفوس يعني بيستخدموها استخدام سيء. والله الحمد لله يعني المشروع حقق نجاح كبير، والحمد لله يعني كوننا قاعدة عميلات كبيرة جداً.